التغيرات المناخية زي ما انتي بتقولي أصبحت قضية حاكمة بكل المقاييس، والناس كلها العالم كله لازم يواجهها بمنتهى الحزم والسرعة علشان نقدر ان احنا نواكب حتى التحدي، هذا التحدي اللي هيكون كبير خلال الفترة اللي جاية. يمكن في هذه الجلسة يا دكتور الرئيس قال ان احنا رغم ان احنا بنساهم كمان بنسب ضئيلة جدا في إسهامات الغاز والانبعاثات الحرارية، ولكن مصر قدمت خطة طموحة علشان تقدر ان هي تواجه التغيرات المناخية، في حين ان احنا بنشوف دول كثيرة عندنا الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الاتحاد الأوروبي، عندنا الصين مثلا يعني بتساهم بحوالي 30%، رغم كده لا احنا قدرنا ان احنا نعمل بعض المشاريع الخضراء علشان نحول أو نتصدى للتغيرات المناخية، وعلشان كمان تكون عندنا بيئة نظيفة بحلول 2030. أهم المبادرات أهم المشاريع اللي مصر قامت بها خلال الفترة الأخيرة علشان تتصدى لهذه التغيرات. خليني أقول لحضرتك إنه الكلام بتاع حضرتك مظبوط جدا، بس 2020 و2021 غيرت مفهوم العالم نحو القضايا البيئية وخاصة الخاصة بالتغيرات المناخية، لأنه عام 2020 وعام 2021 يعني شهد يعني تظاهرات أو موجات لتغير المناخ متطرفة جدا من فيضانات وأعاصير وحرائق للغابات، كانت بالأخص في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي احنا كنا عارفين انه في ولاية حكم الرئيس ترامب كانت انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، ولكن مع الرئيس بايدن وهو يعني اهتم جدا بالقضايا المناخية وخلاها على يمكن على أهم أولويات الأجندة بتاعته سواء في الترشح للرئاسة أو ما بعد الرئاسة، كل ده يعني بيقول إشارة للعالم كله إنها أصبحت قضية مهمة جدا، لازم كل دولة سواء متقدمة أو حتى نامية واللي هم زي ما حضرتك ذكرتي إن هم مسؤولين عن نسبة ضئيلة جدا من هذه الانبعاثات ومن هذه التهديدات، لازم يلتزموا بدورهم وبأهدافهم المناخية، وإلا الخطر والتهديدات هتبقى على الجميع. مصر من أول 2019 تحديدا أطلقت كتير من المبادرات وأطلقت العديد من الاستراتيجيات نحو التحول الاقتصاد منخفض الكربون وبالتالي الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، آخرهم كان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واللي بتعتمد فيها على خفض الانبعاثات بشكل أساسي، على قصة التمويل وتوفير التمويل للمشروعات البيئية ومنها إطلاق السندات الخضراء واللي هي كانت أول سندات خضراء أو أول مشروع من هذا القبيل في الشرق الأوسط وأفريقيا. كل المشروعات الجديدة مصر بتعتمد فيها على البعد البيئي في التنمية وليس البعد الاقتصادي وحسب، فتطوير الطرق له بعد بيئي، استخدام النقل المستدام ووسائل النقل المنخفضة الانبعاثات زي القطار الكهربي والمونوريل وحتى مبادرة التحويل السيارات القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري للغاز ده ذات بعد بيئي، التحول للطاقة المتجددة وان احنا عاوزين نوصل في 2035 لأكثر من 42% من استخدامنا للطاقة أو للكهرباء يخرج من مصادر متجددة، وتطوير السياسات والقوانين والإجراءات اللي بتساعد على هذه المشروعات ده نقطة مهمة جدا. وأخيرا واللي يعني هو كلمة السر في التحول العالمي حتى نحو الطاقات منخفضة الكربون وهو استخدام الهيدروجين، احنا بصدد ان احنا نعمل استراتيجية وطنية لاستخدام الهيدروجين، تم تكوين يعني لجنة وطنية برئاسة مجلس الوزراء وب عضوية الجهات المعنية زي وزارة البيئة وزارة الكهرباء وزارة البترول وغيرها من الجهات والهيئات علشان تطور أو تعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والمجلس الوطني للهيدروجين، وده هيكون معني بالتحول ان احنا نستخدم طاقة الهيدروجين كمان ونعتمد عليها سواء في انتاج الكهرباء او كمصدر لتخزين الطاقة ومنها تصدير الطاقة المتجددة كمان لأوروبا والأفريقيا. وحاليا تم توقيع والاتفاق على اكتر من 7 مشروعات ويمكن مصر الاولى عربيا في مبادرات الهيدروجين. طبعا ده بيرجع انه مصر عندها يعني موارد طبيعية هامة جدا لاستخدام طاقة الهيدروجين، وهي ان احنا الهيدروجين الاخضر بالاخص اللي بيعتمد على الطاقة المتجددة وبالتالي تقليل التكلفة.
خلينا نقول ان احنا بنعتمد على على مشروعات ان احنا نخفف منها اثر المخلفات، زي برضو الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وبيتم تطويرها اول باول، بيتم عمل مشروعات الى حد ما بتساهم في تحويل المخلفات الى طاقة او الى الكهرباء للاستفادة منها، وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة من هذه المخلفات ونحولها لطاقة ومصدر يعني للطاقة. مصر بتعمل مبادرات مهمة جدا لأنها بتمشي وفق استراتيجية، سواء استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واللي بالطبع بتتضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وبالتالي مراعاة البعد الاجتماعي. وانت عندك كمان، وانت موجودة في شرم يا دكتورة، عندك شرم الشيخ كمان هتكون خلاص يعني من المحافظات الصديقة للبيئة. مظبوط، هتبقى مدينة خضراء، يمكن إن شاء الله بحلول الكوب 27 بحلول شهر نوفمبر هتكون تعتبر مدينة خضراء. النقل فيها هيبقى نقل كهربي، هتعتمد على الطاقة الشمسية بشكل أكبر. فدي كلها خطوات، يعني النجاح في أن مصر تستضيف الكوب 27 ده في حد ذاته دليل على أنه مصر واخدة خطوات مسبوقة جدا في هذا الملف.